أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتفاضة الرمضانية للشعب الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى وفي أحياء مدينة القدس وعلى تخوم أبواب المدينة المقدسة الأحد عشرة، لسيما أبواب العمود، الأصباط والمغاربة، بقدر ما يمثل وعياً فلسطينياً لدى أبناء القدس شيباً وشباناً، أطفالاً ونساءً، حول هوية مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وحول ثقافتها وتراثها العربي الإنساني الذي يأبى التهويد. هو أيضاً يمثل دعوة مقدسية لنا في لبنان وعلى مساحة الأمة وشعوبها لإيقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة الوطنية والإقلاع عن العبث السياسي والتضحية بالأوطان والثوابت الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة. وهو أيضاً صرخة فلسطينية بلغة الضاد لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها نحو معرفة من هو العدو ومن هو الصديق. وأضاف رئيس المجلس: من لبنان، من جنوبه، من حدوده مع فلسطين المحتلة ونقاط اعتلامها من البحر إلى أقصى البحر، مرسمة بمداد الدماء، مرصعة بأسماء الشهداء، تحية اعتزاز للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، وهم يصنعون وحدتهم في القدس ولأجلها ومن أجل فلسطين، تحية للمقدسيين، للحجارة في أكف أطفالها، ولسواعد وهامات شبابها المشرئبة شموخاً وإباء، ولابتهالات النساء والشيوخ يعيدون للقدس سيرتها الأولى، أرضاً للميلاد الدائم بالخلاص والقيامة والرجاء، وليالي إسراء لمعراج من الأرض نحو سماء ونحو الحق والحقيقة. تحية للفلسطينيين على مساحة وطنهم المحتل من بحره إلى نهره، وللمقدسيين الذين يصنعون في ليالي رمضان، ليالي قدرهم وليالي قدر للأمة في الحرية والكرامة والتحرر. وأضاف الرئيس بري: تحية لهم، ولسان حالنا معهم قوله تعالى: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فعذراً من ابنة فلسطين نردين نبعة، منها نقتبس ومعها نروي رواية القدس وباب العمود. من يتجاهل ما يحدث في الأقصى إما مساوم قبض الثمن، وإما خد اعتاد الصفع حتى بات لا يعرف ملامحه أهي عربية أم عبرية.